قناع الطين الأسود من شل، الأقوى في إزالة الرؤوس السوداء وتنظيف المسامات من الدهون المتراكمة. مكوناتها الفعالة تعمل بعمق وتساعد على علاج مشكلة حب الشباب وتخلص البشرة من البقع. يفتح لون البشرة ويزيد من نضارتها. أما طريقة الاستخدام فبعد تنظيف الوجه يفضل عمل بخار للوجه من 3 إلى 5 دقائق لتوسيع المسامات، ثم تجفف البشرة. يوزع القناع على الوجه ويترك 15 دقيقة أو حتى يجف. يزال القناع من أسفل إلى أعلى ثم يشطف الوجه بماء بارد.